يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ما يسمى بتلقيح السحاب بالطائرات، وهل هو جاهز شرعا؟ وهل هو نجاح؟ نجح ولا أصل له، إنما هذا من التشدق وإعجاب الناس بفعل هؤلاء، وهذا لم ينجح، وذكروا أن أضراره أكثر، أو ما فيه نفع أصلا، وإنما هو ضرر خاص، وإنما هذا من التبجح بأعمال الناس. نعم.